اللي بيجيب كل اسير باخذ شقه ومنزل. هو التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال الأسر، أسر اللي هو النساء والمسلمين والأطفال. طهروا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا أسرى، لأنه في غزة اللي بأخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ طول شقة منزل بيت $10,000. اللي بيجيب كل أسير بأخذ شقة ومنزل؟ مين قال لكم إياها هاي؟ كانوا يحكوها في القسام يعني.